من ضمن جرائم الاحتلال الإسرائيلي أيضا في قطاع غزة أنه في استهداف واضح لأصحاب الكلمة، للصحفيين الفلسطينيين من قبل قوات الاحتلال. والحقيقة مش بس الصحفيين الفلسطينيين، كمان الصحفيين اللي بيعملوا بشكل مباشر داخل القطاع بالقتل أو الاعتقال. آخر الإحصائيات بتؤكد لنا استشهاد حوالي 44 صحفي واعتقال 25 آخرين. خلينا نتعرف على تفاصيل أكتر من الكاتب الصحفي حسين الزناتي، عضو مجلس نقابة الصحفيين. صباح الخير على حضرتك يا فندم، وبعد التحية، يعني من ضمن الحقيقة المفارقات اللي تابعناها في أمس تحديدا في جلسة لمجلس الأمن، وسفير الكيان الإسرائيلي مجلس الأمن تحدث عن أنه في اتهامات لوسائل إعلام بشكل عام العالمية بأنها تغير وتحرك حقيقة ما يحدث في قطاع غزة، وأنها إلى حد ما متواطئة. شايفين أن السردية إلى حد ما اختلفت؟ الآن في ضغط يمارس على الكيان الإسرائيلي، ضغط إعلامي. هل تعتقد يا فندم أنه استهداف الصحفيين إن كان بالقتل أو بالاعتقال أو حتى التحرش في الميادين طبعا الصحفية وما يحدث في قطاع غزة، شايف أنه هو ده السبب يا فندم؟ أولا صباح الخير على حضراتكم، وبشكر حضراتكم على التغطية الرائعة في الحقيقة اللي بتقدموها في البرنامج. لكن خلونا نقول مجلس الأمن أو الأمم المتحدة أو كل المنظمات الدولية للأسف الشديد أثبتت رعونة شديدة جدا جدا فيما يحدث في غزة. هذا العالم وهذه المؤسسات واضح يعني ببيان أنها لا تعمل لصالح المواطن العربي أو المواطن يعني الذي لا يملك السلاح ولا يتلقى القنابل وضرب الطائرات اليومي بهذا الشكل على مدار ويقوم بعمله من شهر. في الحقيقة ما يواجهه شعب فلسطين في غزة وأيضا الصحفيين والإعلاميين داخل الأراضي المحتلة في غزة، هذا العالم بما فيهم مجلس الأمن كأنه لا يرى. الآن أكثر من 11,000 شهيد، منهم أكثر من 5,000 شهيد من الأطفال، ونحو 50 من الصحفيين والإعلاميين الشهداء. هذا غير ذويهم اللي تلقوا طلقات الرصاص والمدافع من قوات الكيان الصهيوني والعالم لم يتحرك. ما يحدث الآن على هذه الأرض العربية هي مؤامرة عالمية ضد هذا الشعب بقيادة هذا الكيان الصهيوني اللي في الحقيقة انكشف وجه العالم كله في تحيزه السافر لي بما فيهم يعني بما فيهم واجهة الصحفيين والإعلاميين وأصحاب القلم اللي بينقلوا الصورة لكل العالم والرأي العام العالمي اللي إلى الآن أعتقد أن موقفه لم يتغير كثيرا في مواجهة ما يقوم به الكيان الصهيوني. ما يحدث الآن هو تواطؤ عالمي، تواطؤ عالمي لم يفعل مجلس الأمن ولا غير من المنظمات الدولية فيه الكثير لإيقافه حتى الآن. مشاهد التهجير ومشاهد الإبادة والمشاهد التي نراها يوميا والتصعيد الخطير الذي يحدث حتى الآن، ورأينا عشرات الألوف من الفلسطينيين بالأمس يتم تهجيرهم من شمال غزة إلى جنوب غزة في نكبة جديدة، بيأكد أنه لا مجلس الأمن ولا غيره يقوم بدوره حتى الآن على هذه الأرض. كمان أستاذ حسن، فكرة الاستهداف المباشر كانها رسالة ترويع للصحفيين أو إسكات صوت الحقيقة ونقل ما يحدث في قطاع غزة، هي رسالة أعتقد متعمدة من الجانب الإسرائيلي. وده بيخليني أسأل حضرتك، لأنه الصحفي بيقوم بدور مهم جدا تحديدا في أوقات الحروب، دور حضراتكم الأسرة الصحفية في مصر وفي العالم العربي، إزاي ندعم إخواتنا وزملائنا في هذه المهنة داخل فلسطين اللي بيوثقوا بالكاميرا وبالكلمة ما يحدث على الأرض؟ دور الصحفي المصري والعربي أو كل صحفي يعني ينتمي لهذه المهنة، إزاي ندعم زملائنا في داخل قطاع غزة؟ في الحقيقة إحنا شغلتنا الكلمة ونقل ما يحدث والصورة ونقل الحقيقة ونقل الواقع، وربما الزملاء الصحفيين والإعلاميين في الأرض الفلسطينية يعني كانوا أكثر أمانة وأكثر موضوعية لما يحدث. رأينا زميلنا وائل الدحدوح يعني تستشهد كل أسرته بالليل وبالنهار، هو يبدأ ويستمر في عمله.
ولكنه هو نفس الزميل الذي تم تهجيره بالأمس من شمال غزة إلى جنوب غزة. يعني الأمر تجاوز للأسف الشديد المهمة الرئيسية للصحفيين والإعلاميين اللي المفروض يعني هذا الرأي العام العالمي أو هذه المؤسسات الدولية اللي بتحمي الإعلامي والصحفي، لكن هذا المشهد في الحقيقة يعني اللي بيمثل يعني مشهد ربما لم يجده التاريخ، وهذا الاختراق الصارخ لكل المعايير الإنسانية ولكل المعايير الأخلاقية بما فيها الصحفي هو جزء من مشهد وليس مشهد بالكامل. الأمور واضحة وبرز أمام الجميع، هناك مؤامرة كبرى لم يعد لمثل هؤلاء يهمهم على الإطلاق أن ينكروا أن هناك صحافة وأن هناك إعلام وأن هناك نقل للحقيقة، لأن وجههم أصبح مكشوفا واضحا للجميع، ولم يعد يهمهم لا رأي عام ولا يعني في منظمات ولا مؤسسات دولية، بل هم في مواجهة مع القيم الإنسانية والأخلاقية، ولكن هذه عادتهم وهذه ممارساتهم على الأرض. وأثبتت الحرب الجارية الآن، هذه الحرب الظالمة من ليس من كيان صهيوني واحد، ولكن من دول غربية ودول تقود العالم للأسف بهذه الكم الكبير من الأسلحة في مواجهة شعب أعزل. بعد هذا المشهد المأساوي الإنساني المأساوي ضد الشعب العربي في فلسطين، لا ننتظر منهم عدالة ولا ننتظر منهم حماية لصحفيين ولا إعلاميين، بل على العكس تماما هم يؤيدون هذه الوحشية على الأرض المحتلة في فلسطين ولن يسامحهم. أستاذ حسين، أظن المقاطعة لكن نظرا لضيق الوقت، الحقيقة نقابة الصحفيين المصريين هي بتهتم بشكل كبير جدا ليس فقط بعضها من الصحفيين المصريين، لكن أيضا كان هناك حفل تأبين للشهداء للصحفيين الفلسطينيين. هل هناك تواصل مع نقابة الصحفيين الفلسطينيين؟ هل هناك أصلا تواصل مع الصحفيين الفلسطينيين الموجودين في الميدان هناك؟ نقيب الصحفيين الفلسطينيين كان في نقابة الصحفيين الأسبوع الماضي، تحدث عن كل ما يجري على الأرض المحتلة هناك. نقابة الصحفيين في الحقيقة منذ بداية الأزمة حتى الآن لا تتوقف فعالياتها ولا لقاءاتها. كان سفير فلسطيني في النقابة، نقيب الصحفيين الفلسطينيين في النقابة، وحفل تأبين، وهناك لجنة لتوثيق الانتهاكات الكبيرة التي تحدث على الأرض هناك وكشف هذه المجازر التي تقوم بها قوات الاحتلال الصهيوني على الأرض في فلسطين. واليوم توجد فعالية على مدار اليوم أيضا دعما للشعب الفلسطيني. نقابة الصحفيين تكشف هذا الوجه القبيح لما يفعله. كل الشكر لحضرتك الكاتب الصحفي حسين الزناتي عضو مجلس نقابة الصحفيين، شكرا جزيلا لحضرتك.